مرحبا أصدقائي، اليوم معكم مع درس جديد وراح نتعلم مجموعة كوردات على مفتاح F minor natural chords، ونبدأ بال F minor أكيد أو G diminish A flat A flat ونقدر نمسك الـ A flat هنا B flat minor B flat minor C minor C minor أو هنا أو D flat D flat والكورد الأخير E flat major هذا كل ما كان لدينا اليوم وإلى حلقة أخرى في أمان الله.